أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية أصبحت علامة مشرقة وفارقة في سجل المبادرات التطوعية والخيرية والنبيلة. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تظهر الروح الإنسانية الرفيعة التي يمتلكها ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، منوها بمبادرة جلالته السامية بتأسيس الجائزة واسمها باسم والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، لتشكل امتدادا راسخا لنهج إنساني نبيل وخصال حميدة. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تفضل جلالة الملك المعظم برعاية حفل تقديم الجائزة يكسب الجائزة قوة وفاعلية على المستويات كافة، معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها جلالته. وقال معالي أن مملكة البحرين تحصد الريادة والمكانة المرموقة في مجال العمل الإنساني والخيري والإغاثي، مثمنا الأدوار المؤثرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها مجلس أمناء الجائزة برئاسة سمو الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم والأمانة العامة للجائزة، مؤكداً أن العطاءات المثمرة التي يقدمونها تعتبر ركيزة مهمة لتحفيز وتشجيع الأعمال الإنسانية والخيرية.